أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي وسط أحجام تداول منخفضة، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 747 مليارا و800 مليوني جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 34% ليغلق عند مستوى 11616 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 2132 نقطة. هبط أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3132 نقطة. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1836 دولارا و21 سنتا للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فقد سجل عيار 18 نحو 689 جنيها للجرام، أما عيار 21 فقد وصل إلى مستوى 804 جنيهات للجرام، كما لمس عيار 24 نحو 919 جنيها للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6424 جنيها. إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط على خلفية مخاوف من تعطل الإمدادات وسط قلق متزايد بشأن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4% ليصل إلى 88 دولارا و20 سنتا للبرميل. وزادت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3% ليصل إلى 85 دولارا و35 سنتا للبرميل.